مرحبا، أنا اسمي لما وأنا مندوبة من كليات جروس بوكيو ماكا. في هذا الفيديو راح أرجيكم خطوات البحث، التخطيط والتسجيل للصفوف من خلال موقع سيلف سيرفيس. بلش بالذهاب إلى موقع كليتك عن طريق كتابة grossman.edu أو qmaka.edu في متصفح الإنترنت. بعدها منكبس على الويب ديفايزر الموجود في الزاوية اليمنى من الصفحة. بس تكون على الصفحة اعمل لوج إن، واللي معناتها تسجيل الدخول. إذا كان عندك أي مشكلة في تسجيل الدخول فيك تتصل بمكتب Admissions and Records. اكبس على قائمة الطلاب Students، بعدها اكبس على Search Plan and Register ومعناتها البحث، التخطيط والتسجيل. هلأ بينفتح موقع Self Service وفيك تشوف جدول صفوفك هون حسب الفصل الموجود فيه. مثل ما عم بتشوف الجدول فاضي هلأ، فخلينا نضيف الصفوف المطلوبين. تقدر تبحث عن الصفوف من خلال مربع البحث السريع وتكتب مثل الأمثلة الموجودة على الشاشة. في هيدا الفيديو بنركز على البحث المتقدم اللي تقدر تفتحه من خلال الضغط على Student Planning and Registration وبعدين على Search for Classes. اختر الفصل اللي بدك تسجل فيه، Spring ربيع، Summer صيف أو Fall الخريف، وبعدها ادخل الصفوف اللي تحتاجهم. على سبيل المثال بدي ابحث عن Math 176 واللي هو درس الرياضيات مرحلة 176. فيك تبحث عن أكثر من 3 صفوف من خلال الضغط على Add More. بقية المربعات مو مطلوبة إلا إذا بدك اختيار أيام أوقات أو الكلية متوفرة فيها الدروس. بعد ما ندخل الدروس يلي محتاجهم اكبس على Search. في الخانة اليمنى فيك تشوف الصفوف المتوفرة من كليات جروسمت وكيوماكا، وفي الخانة اليسرى في فلتر ريزولت واللي هي قائمة تصفية نتائج البحث. هون فيك تختار عرض الصفوف المفتوحة فقط، عرض الصفوف بإحدى من الكليات، أوقات وأيام الصف، المدرس وأخيراً نوعية الصف. بما أنه ما اخترنا أي فلتر، منشوف خيارين لنفس الصف، واحدة بكلية كيوماكا والتاني بكلية جروسمت. اكبس على View Available Section واللي معناتها اظهر الدروس المتوفرة على الكلية اللي بتحب تاخد الدرس فيها. هون فيك تشوف عدد المقاعد المتوفرة لكل صف، أيام أوقات ومكان الصف، بالإضافة لإسم المدرس أو المدرسة. نتلاقي الدرس اللي كان بدك إياه وبناسب حاجتك، اكبس على Add Section to Plan واللي معناتها أضف الصف للجدول، وبعدين السيستم بيعرض لك معلومات الدرس. اتأكد إنك اخترت الدرس الصحيح واكبس على Add Section. لحتى تسجل للصف أو الصفوف اللي ضفتهم للجدول، اكبس على Student Planning and Registration وبعدين على Plan and Schedule. اتأكد انك في الفصل الصحيح وحتشوف الصفوف على جدول اسبوعي هون، ونفس الصفوف بتكون موجودة في الجهة اليسرى. فيك تسجل للصف من خلال الكبس على ريجستر لكل صف او الكبس على ريجستر all schedule sections now لحتى تسجل لكل الصفوف اللي مختارن. اذا كل شيء مشى تمام لون الصف بيتغير للاخضر، أو إذا في شي نقص السيستم بيشوفك رسالة حمراء أو صفراء وبيشرح النقص أو الغلط وين. تذكر أنه حيكون في معلومات الاتصال أسفل الفيديو إذا بتحتاج مساعدة من فريقنا. إذا بدك تحذف صف من صفوفك لأي سبب من الأسباب فيك تكبس على دروب، بس تأكد أنه الصف اللي بدك تحذفه مختار وبعدين تأكد بالكبس على أبديت. حتى بعد ما تحذف الصف حتلاقي موجود بجدولك، فأكبس على علامة إكس حتى تمسحه من الجدول وبعدين أكبس على ريموف. لا تنسى أنه فيك تكبس على زر الطباعة برينت حتى تطبع أو تخزن الصفوف اللي أنت اخترته. شفتوا قديش سهلة؟ إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدروا تراسلونا أو تتصلوا فينا، نحن هون لنساعدكم. كل المعلومات عن الورشات ووسائل الاتصال حتكون مدرجة أسفل الفيديو في مربع الوصف. نتمنى لكم فصل دراسي جميل.